هذا واضح. يعني انا لا اتصور ان السراج قد اخطأ على تعيينك كوكيل وزاره الداخليه الا من بضغوطات من جزء من قبيله العواقير، ولا اتصور انه كان يقصد بها اغراض الحصر، بل بالعكس هو يعني وصل الى مرحله انه ما يقوم به السيد السراج هو لمصلحه حفصه. احنا نرى الان اي عمل يريد السراج ان يلجم حفصه او يريد حفصه، اذا كان السيد السراج يريد ان يدير حفصه او يريد ان يجمع العالم على إدارة ما يقوم بحفصه لكان قد تطلب مجلس الامن، قد تطلب مصر والامارات التي تدعم حفصه حتى روسيا اصبحت يعني تتبجح بأنها تتعامل مع حفتر وأنها تدعم حفتر وتؤيد حفتر في مواقفه. نعم مثلا الآن من حفتر لا يمتلك جيش، وإن كان الجيش الذي تحدث عنه ويقوم بهذه الجرائم فهذه جرائم مدادة، هذه جرائم لا تمثل هناك انضباط ولا يكون ولا يمكن أن تعبر على أن هؤلاء ناس يعبرون عن جيش نظامي، بل هم مرتهبة جماعة من الغوغائيين، جماعة من القتلة، جماعة من المجرمين، وهذا أسلوب كان يمارسه القذافي. واضح جدا سيد المفتاح في تشاد كان يخطب على جرائم بشعة جدا، ولما تردد الآن رأيناه بدأت كرامته بالإخبيالات قبل أن تبدأ الكرامة من خلال عناصر الجماعات والعناصر المخابرات المصرية هي التي بدأت القتل. نعم واضح جدا. نبقى معي سيد مفتاح الملوم بجرائمه في مدينة بنغازي ولا بالسفر حتى بعد الآن أدعى أنه قد سيطر على بنغازي. من يقتل الليبيين في بنغازي عذرا على المقاطعة عشان تحصل.